السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد التمرين فيه الاشتقاق وفيه زي ما التحليليه ديال الداله، ولكن بدلاله الاشتقاق. يعني حنا دابا في الدرس ديال الاشتقاق، غادي شويه نافونسيو شي شويه في هذا الشيء في الدرس هذا، مفهوم الشباب؟ دونك نعتبر الداله معرفه بلارك اكس لارك سينيس ديال راسين ديال ان موا اكس كاغي. اولا حديد مجموعه التعريف، دراسة الاشتقاق في النقطة زيرو، تحديد الدالة المشتقة اف بريم، ودراسة تغيرات الدالة اف بريم. يعني كيف ما كنعرفوا، المهم غادي نشوفوا داكشي كيفاش. استنتاج ان اف بريم الفا يساوي زيرو، بحيث هذا الفا هو واحد العدد وحيد ينتمي الى زيرو ان، وتحديد جدول التغيرات ديال الدالة اف. نبداو الشباب على بركة الله. صحيح، بون، حديد مجموعة التعريف، مجموعة التعريف. دابا الشباب غادي نديرو لا غيداكسيون بيان إكخيت، مفهوم؟ يعني غادي نحاول نقادو داكشي على حقو طريقو. دونك مجموعة التعريف، لي نحدد مجموعة التعريف، مهم غير كيفاش كتكتب في الفرض ديالك ولا في الامتحان. لي نحدد مجموعة التعريف، الدالة اف هي مهما يكن x ينتمي الى الداد f يكافي شنو عندي f. اش كتساوي ليا x لارك سينيس ديال راسين ديال ام موا x كاري. اول حاجه عندي واحد ناقص x كاري عندي كاين في الجذر، وكنعرف مجموعه التعريف ديال داخل الجذر هو خصو يفيريفي ليا انها تكون اكبر او يساوي صفر. اول حاجه خصني ندير ان واحد ناقص x مربع أكبر أو يساوي صفر، مفهوم؟ هذه من جهة. و عندي لارك سينيس ديال الراسين ديال أ موا إكس كاغي. كنعرف بأن مجموعة التعريف ديال أرك سينيس ديال إكس هو ناقص واحد واحد، مفهوم؟ لارك سينيس ديال إكس إكيفالون كو ديد إف يساوي ناقص واحد واحد، يعني إكس تنتمي إلى ناقص واحد واحد، مفهوم؟ و اكس عندي انا هنايا شنو هي الراسين ديال واحد ناقص اكس كار، يعني ان واحد ناقص اكس مربع محصوره ما بين ناقص واحد وواحد، مفهوم الشباب؟ كنمشي كنقلب دابا، خصني نقلب على اكس بالضبط، فين اش من مجال اش كتنتمي. غادي نحاول نحل هذا الشيء اللي كاين عندي هنا. دونك عندي بان واحد ناقص اكس كاري اكبر او يساوي صفر، الى جذر الراسين المربع باش نحاول نلقى علاقتها بهذه غنلقى بانها اكبر او يساوي صفر، مفهوم؟ دونك يعني ان الراسين دو ا موا اكس كاري محصور ما بين زيرو وواحد. شوف هي واحد ناقص اكس كاري اكبر او يساوي صفر، ياك درت جذر المربع، و الراسين دو ا موا اكس كاري محصور ما بين ناقص واحد وواحد، ياك نفس العدد. عندي أ محصور ما بين ناقص واحد وواحد، و أ أكبر أو يساوي صفر، هذا أ هذا أكبر قط أكبر أو يساوي صفر، مفهوم؟ يعني هاد ناقص من ناقص واحد تال زيرو عندي ما ندير بها، يعني أ راه عندي كبار من زيرو، يعني موجب قطعا أو موجب أو يساوي صفر. يعني ما بين زيرو وواحد وناقص واحد في لابارتي الاولى، يعني هادي كامل خدينا هاد المجال كامل ديال ناقص واحد واحد، وفي الشرط الثاني اللي ا اكبر او يساوي صفر خدا لي غير هاد لابارتي بوزيتيف، يعني ضروري ان ا اكبر قطعا من زيرو، مفهوم؟ يعني خدينا هاد لابارتي، يعني كيفرض عليا بان ا كتنتمي لهاد المجال اللي هو زيرو ان، مفهوم؟ وهاد ا هي الراسين ديال ا موا اكس كاري، مفهوم الشباب؟ دونك ايكيفالون كو شنو كو لو راسين دو ان موا اكس كاري اصغر او يساوي واحد ومحصور ما بين زيرو وواحد. وهذه غير باش نفيريفي بها، غير هذه غير درتها باش نفيريفيها. نرجع لهذه الفوق، دونك هو اكس واحد اكبر او يساوي اكس كاري، مفهوم الشباب؟ دونك عندي عدد محصور ما بين زيرو وواحد، المربع ديالو كيبقى محصور ما بين زيرو وواحد، يعني درت ليه الاستثناء غيبقى لي محصور ما بين زيرو وواحد، مفهوم الشباب؟
دونك إذا او كاري غيولي زيرو محصور أن واحد ناقص إكس كاري محصور ما بين زيرو و واحد، و إكس كاري انفيريور أ أن. هادي غادي نشوفوها الشباب. هي عندنا واحد القاعدة، أن إذا كانت عندي لا فالور أبسولي ديال إكس انفيريور أو إيكال ولا انفيريور ستريكتومون أ أ، هادشي شنو كيعني ليا؟ بأن إكس محصورة ما بين ناقص أ أو أ. مفهوم الشباب؟ المسألة راهي مهمة هاد القضية هادي، يعني لا فالور أبسولي ديال أ لا انفيريور إيكال أ أمبليكو إكس أونتخ موان أ إي أ، هادي قاعدة كناخدوها. دونك باش نجي نحيد هاد الكاري من هنا غندير لوغاسين، و لوغاسين دو أ سي أ. دونك يعني إكس انفيريور ستريكتومون أ أ، لا فالور أبسولي ديال إكس انفيريور ستريكتومون أ أ. مفهوم الشباب؟ دونك غنجي نطبق هاد القاعدة هنايا، يعني إكس محصورة ما بيناش أنا عندي قطعا لا أو بالأحرى يساوي، عندي صغر أو يساوي، يعني نحصر ما بين ناقص واحد و واحد، أ هو واحد، و إكس كاري غيولي محصور ما بين أن غنزيد واحد نقص واحد في الأطراف كاملين، يعني يولي ناقص واحد محصور ما بين ناقص إكس كاري انفيريور نقص واحد من هنا ونقص واحد من هنا تولي زيرو. مفهوم الشباب؟ دونك اكس كاري غنضرب في الناقص هنايا باش تعطيني محصورة ما بين زيرو وواحد اللي هي نفس هذه. دونك اكس انفيريور ايغال اونتخ موان زا اي ان صافي كو اكس كاري عندي دابا شنو؟ عندي اكس كاري اكبر او يساوي صفر، و اكس كاري انفيريور ايغال ان، هذه هي الاولى. هادشي كتعني ليا هاد لا بارتي الاولى، اكس اكس كاري محصور ما بين 0 و 1 كيعني لي بان اكس كاري اكبر او يساوي 0 و اكس كاري انفيريور ايغال 1، و اكس كاري انفيريور ايغال 1 هي هاد لا بارتي الثانيه، هي هادي اللي شفنا من قبل، يعني اكس محصور ما بين ناقص 1 و 1 يعني نفسها. يعني اذا كان اكس كاري اكبر من 0 يعني اكس اكبر من 0 او اكس اصغر من 0 او اكس اصغر او يساوي 0، حيتاش اي عدد خديتيه اصغر من زيرو درتي ليه المربع ديالو غيعطيك اكبر او يساوي صفر. هذه حاجه باينه الشباب ياك. دونك و اكس كاري انفيريور ايكال ان ديجا شفناها بان اكس غتكون محصوره ما بين ناقص واحد و واحد. دونك الشباب هاد لا كونديسيون هادي فتحت لي المجال على ار كامله، يعني اكس يمكن تكون اكبر او يساوي صفر، ويمكن اكس انفيريور ايكال صفر، يعني سواء كانت اكبر من صفر او اصغر من صفر، يعني راه كتحقق لي هذاك الشيء شفنا من قبل. وبقات لي غير هاد لا كونديسيون هادي ديال اكس اونتر موان زائد ان، دونك اكس راه محصور ما بين ناقص واحد وواحد. مفهوم الشباب؟ يعني كيف ما كان اكس سواء اكبر من زيرو او اصغر من زيرو راه كيحقق لي هادي ان اكس محصور ما بين ناقص واحد وواحد. دونك مجموعة التعريف شنو هي؟ دونك دال اف يساوي دونك هادي كي كيفون كو اكس ابارتيان ا موان زان ان. مفهوم الشباب؟ دونك دال اف اش كتساوي ليا؟ هو المجال ناقص واحد واحد. مفهوم؟ احنا وصلنا دابا للسؤال الاول. السؤال الثاني، دراسة قابلية الاشتقاق في النقطة زيرو، يعني دراسة قابلية أدرس قابلية الاشتقاق في النقطة زيرو. دراسة قابلية الاشتقاق كيف ما كنعرفو كنديرو تعريف، يعني لا فورمي ديال التعريف، يعني التعريف ديال الاشتقاق نديرو بقى دراسة قابلية الاشتقاق. المهم شنو هو التعريف، شنو هو التعريف ديال الاشتقاق؟ هو اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو سور اكس موان اكس زيرو، هادي كندير لها ليميت لوغسكو اكس طون فيغ اكس زيرو. فون هادي من جهة، هذا هو التعريف. غنجي نحسب اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو عندي انا هنايا في الحالة اللي عندي في التمرين، ناقص شنو هي اكس زيرو؟ عطاوني ندرس الاشتقاق في النقطة زيرو، يعني هي يعني اف دو زيرو. مفهوم؟ على اكس ناقص زيرو اللي هي اكس، عندي على اكس ناقص زيرو. مفهوم؟ شغادي تعطيني
ولكن دابا الكونديسيون ديال اكس راه كيل كوسوا اكس ينتمي الى ديد اف ديد اف، ولكن باستثناء زيرو، حيت حنا جينا بغينا ندرسو الاشتقاق، يعني كنحسبو لي ليميت، يعني النهاية في الزيرو، يعني داك الزيرو حيدناه من مجموعة التعريف، مفهوم الشباب؟ ماشي حيدناه من مجموعة التعريف، حيدناه غير في اللحظة ملي غندرسو الاشتقاق. غنحسبها دونك سيغ اكس اف دو زيرو، الى جيت حسبت في الارك سينيس، عوض زيرو اكس بزيرو تعطينا زيرو، اضرب في زيرو تعطينا زيرو، والسينيس هنا زيرو واحد، دونك سينيس ارك سينيس دو ان صافي سي ارك سينيس دو ان صافي بي سيغ دو، دونك بي سيغ دو مضروبة في زيرو صافي زيرو، مفهوم الشباب؟ دونك غادي يعني زيرو، يعني غتبقى لي غير اف دو اكس، و اف دو اكس شناهي اللي هي اكس ارك سينيس دو راسين دو ان موان اكس كاري، فهم الشباب؟ غتمشي ليا اكس مع اكس، غيبقى ليا غير هاد لابارتي هادي، دونك غادي ندير الليميت، نحسب الليميت لوغسكو اكس طون فيغ زيرو، ديال اش؟ ندير ارك سينيس، هادشي اللي عطاني في الاخر، لارك سينيس ديال اش؟ ديال الراسين مربع ديال ان موان اكس كاري، مفهوم الشباب؟ دونك غادي نجي نحسب الليميت لوغسكو اكس طون فيغ زيرو، هنا ملي كيمشي ليا اكس زيرو غيبقى ليا واحد، جذر مربع واحد اللي هي واحد، و ارك سينيس دو واحد كيساوي ليا بي سيغ دو، مفهوم؟ كيف ما كنعرفو ان لارك سينيس هو هي الدالة العكسية ديال السينوس، مفهوم الشباب؟ ملي جاتني ان ارك سينيس ديال واحد كيعطيني بي سيغ دو، كيف ما كنعرفو في الدائرة المثلثية ان بي سيغ دو سينيس ديال بي سيغ دو سينيس دو بي سيغ دو ايتيكال ا ان، يعني السينيس ديال بي سيغ دو ايتيكال ا ان، ياك؟ دونك هنا كيساوي السينيس، هذا هو السينيس، هذا هو الكوسينيس، وكيف ما كنعرفو بأن لارك سينيس هي الدالة العكسية، دونك إلا جيت درت اف موان زان ديال السينيس كتعطيني بي سيغ دو، وهنا غتولي لارك سينيس دو ان، مفهوم؟ غتولي دابا هنايا بي سيغ دو، هنا غتساوي لارك سينيس دو ان، مفهوم؟ حيتاش كيف ما كنعرفو في الدوال العكسية اف دو اكس كيساوي ليا ايكغيك، ايكيفالون كو اكس اش يساوي ليا اف موان زان دو ايكغيك، مفهوم الشباب؟ هادي راه الدالة العكسية، لارك ديما هي الدالة العكسية ديال الدالة اللي بغينا، مفهوم الشباب؟ دوزو دابا السؤال اللي من بعد، تحديد الدالة المشتقة. تحديد الدالة المشتقة يعني اف بريم، مفهوم؟ الاشتقاق في الزيرو عطاني ان ليميت، ان عطاني بان اف بريم ديال زيرو عطاني هي بي سيغ دو، مفهوم؟ يعني شنو هو التأويل الهندسي؟ ان اف قابلة للاشتقاق، ان اف قابلة للاشتقاق في النقطة زيرو، وشنو هو التأويل الهندسي ديالها؟ هو سيد اف يقبل مماس كيدير معادلته هو إيكغيك اش كتساوي اف بريم ديال زيرو، مفهوم؟ اف بريم ديال زيرو اللي هي بي سيغ دو اكس ناقص زيرو صافي اكس بلوس اف دو زيرو اللي كيساوي ليا زيرو، مفهوم؟ دونك المعادلة ديال المماس في النقطة زيرو اف دو زيرو، يعني هذه راه شايف النقطة زيرو اف دو زيرو، راه شفناه من قبل، يعني النقطة زيرو زيرو، يعني الأصل ديال المعلم، في الأصل ديال المعلم كتقبل واحد المماس، وهاد المماس هذا كيفاش داير؟ راه المعادلة ديالو اللي هي هذه كتساوي إيكغيك اش كتساوي؟ بي سيغ دو فوا إكس، مفهوم؟ يعني دالة خطية، معامله الموجه هو بي سيغ دو، معامل الموجه هنايا هو اف بريم ديال زيرو اللي هي بي سيغ دو، مفهوم الشباب؟ دونك دابا ندوزو للسؤال اللي من بعد، يعني تحديد الدالة المشتقة.